واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. نلقاكم لا فيديو ديالي في احسن الاحوال. ما تحشش هاد المقدمه هادي، بالله عليكم ما تحشتونيش. صراحه كاينين بزاف الناس اللي كيدخلوا عندي على انستغرام وكيسولوا فيا، شكرا لكم بزاف، انا راه بخير وعلى خير الحمد لله، اللهم لك الحمد. جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، نتمنى ما بقاش نغبر عليكم. هنا كنا خرجنا واحد الخريجه انا وراجلي، مشينا لشلات الاسود، كانت اول مره نمشي ليهم، ديما تنسمع ليهم، عمرني مشيت ليهم. وقلنا نمشيو، مشينا مع واحد الجروب صراحه اللي دست معاهم خرجه زوينه، كانوا كلهم كوار، ما كانوش معنا كاع العرب، كنا مشينا هي مع اجانب، كانت خرجه زوينه. درنا الديبار من 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 هذا من المدينه، وكان الميني بيس نقي وزوين كي كيبان لكم، كان كيهز غير 12 الناس اللي كانوا كيهز، يعني كنا غاديين خفاف ظراف الحمد لله. الرحله بدات الصباح وسالت في العشيه، يعني داونا من البلاصه اللي داروا معنا، وفي الرجوع حطونا قراب حدا الدار، ودازت الخرجه زوينه، وكان معنا قيد اللي يقدر يورينا البلايص الزوينه اللي نمشيو لهم بلا ما تمشيو بوحدكم وتلفوا داكشي. المهم خرجه دات زوينه، خليكم معايا في لا فيديو وغادي تشوفوا كلشي بعيناتكم. وهنا تلاقينا مع واحد الجروب ديال الناس اللي كانوا صراحه ناشطين، هادو كانوا جاو في كار. المهم كانت الدنيا داك النهار فاش خرجنا كانت عامره، تبارك الله شلات الاسود كانت عامره، تصادفت اصلا مع الويكاند وكانت شي عطله. المهم الدنيا كانت تبارك الله ما شاء الله عامره، والطريق زويونه، والطريق شويه صعيبه انا في خصوصا في دوك الفيراجات، صراحه دخت انا الصراحه ما عنديش مع الفيراجات، والطريق كلها هكا دايره، يعني ما كاينش زعما، يعني كدوزو هكا على طريق بحال بيست، فهمتوا كيفاش؟ المهم راه في الفيديو غيبان لكم الطريق كلها هكاك فيراجات، هي زوينه بين الجبال ومناظر زوينين، ولكن الصراحه واعره شويه، صعيبه شويه بالنسبه للناس اللي بحالي اللي كيدخلوا من الفيراجات. هانتوما كي كيبان لكم راه صافي فاش قربنا شلالات الاسود الطريق كلها فيراجات، حنا مره احنا فيراجات هابطين، مره احنا فيراجات طالعين. المهم هانتوما معايا، خليكم تكتشفوا معايا شلالات الاسود بالنسبه للناس اللي ما عمرهم مشاو ليهم بحالي. صراحه راه زوينه، يعني دازت تجربه زوينه الحمد لله عليها، وعلاش لا نعاودوها مره اخرى يعني بطريقه اخرى ان شاء الله يا ربي. وهنا كي كيبان لكم وصلنا الحمد لله، من بعد ما دوزنا تقريبا 3 السوايع ديال الطريق، حنا مشينا من مراكش، يعني 3 السوايع ديال الطريق اللي كفاتنا، موقفنا ميم با واحد تلت ساعه في ديك ستاسيون هكا، اللي باغي قهوه اللي باغي يفطر شي حاجه. ومن بعد كملنا الطريق، هنا راه وصلنا كي قلت لكم، هنا راه تلاقينا مع الجيد اللي عاوننا في بزاف د الحوايج، ورانا منين فين نمشي، واهم البلايص اللي خصنا نزورو في الوقت اللي محدد. يعني لقينا راسنا عشيه دوزنا فيها، زعما دوزنا فيها بزاف د البلايص زوينين. هنا دخلنا بحال واحد التعاونيه صغيره ديال اللوز هكا كي كيكادو اركان وداكشي، وعندهم لي برودوي كوزميتيك كيف ما عندهم اركان لي زعما ديال الماكله وكلشي. هنا زعما زوين هاد البلاصه حتى هي زوينه. انا شوفوا كاع الحاجه اللي كتكون فيها داكشي بلدي وداكشي ديال الزمان والمواعن ديال الزمان وداكشي كيجذبني صراحه. هنا حتى هو كان زوين. هنا هاد القيطه هادي كان كيعطي معلومات للناس بالنسبه للاجانب، ما عارفينش كيفاش كيتقاد، راه ماشي الاجانب، راه حتى حنا واحد الفئه منا ما كيعرفوش كيفاش كيتقاد املو، شنو هما المراحل اللي كيدوز منهم داك اللوز باش يولي بعدا هكاك. المهم صافي كيعطيهم نبذه على الطريقه باش كيقادو هكا املو، وصافي ها نتوما معايا في لا فيديو. La première étape que les femmes ont fait de la coopérative, ils ont levé les courses avec la prairie à la main. Vous voyez comment les femmes travaillent? Voilà. Tchiliski, et on sait que c'est Argan. Donc ils ont levé les courses, on trouve la noix dedans. Ici, là, c'est la noix d'Argan. La deuxième étape que les femmes ont fait toujours avec la prairie à la main, ils ont cassé la noix.
Women can you broke this one by one. Look. Ils ont sorti l'amande. Voilà, ils trouvent l'amande dedans. Si là, c'est l'amande d'Agan. Et cette amande-là, il y a les gens qui les ont utilisées pour le problème du diabète. Ça veut dire sucré, mais ça se mange chaque matin juste parce que c'est amer. C'est ouais. Pas comme l'amande d'amandier. C'est là, c'est différente. C'est un peu amer. C'est ça qu'ils ont utilisé pour le diabète. Or, to bring one by one, on side is almonds. This is almonds. Again, this is good for purple diabetic. Just one in the morning. It's better. Can you eat just one? Or die. Different to the almond, and this is better. And the cooperative, this is for cosmetic stuff, for argan, all cosmetic, for the hair, for the skin, for face, for massage, is this. By using the salad, couscous, tagine, is this. It's roasted. Roasted for food? Okay. المهم كي كيبان لكم هنا كيشرح لهم باللغه الانجليزيه والفرنسيه حيت كانوا معنا ناس مخلطين. والحاجه اللي لاحظت في هذه المنطقه هذه سواء الكبار سواء الصغار عندهم اللغه شي حاجه مهمه. عاتي راه جميع اللغات سمعتهم انا ذاك النهار، الانجليزيه الاسبانيه الالمانيه الفرنسي، جميع اللغات تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم. يعني بكثرة ما كيجيو عندهم الاجانب ولادهم الصغار البنات صار كل شيء كيعرف يهضر باللغه. كاين على حسب الدرجات، يعني ماشي كل شيء كيهضر بها مزيان، ولكن المهم كتحس بهم كلهم ضروري عندهم خصهم يكونوا كيفهموا اللغه. صافي هنا خرجنا من التعاونيه، غادي نتمشاو شويه في الطريق ديالنا باش نوصلوا لشلالات الازوط. حنا راه جينا ليهم من التحت، عاد طلعنا من بعد باش نخرجوا. المهم ها نتوما نخليكم مع لا فيديو، تمتعوا ليا مع رساتكم. حلها ليا، لا لا حشوم عليك، حلها ليا ورخصتي Dla mnie powiedział Artur, że jeżeli w tym hotelu nie ma miejsca, to mówię. Like in different areas in the world, people used to go in the cave to be away from the heat and the cold and the wild animals. But now people go there to be away from the taxes of the government. Je dis bien, à l'époque les gens vont dans les grottes pour se mettre à l'abri du chaud et du froid et des animaux sauvages. Ça c'est l'objectif. Pas les gens ils vont dans les grottes, mais maintenant les gens ils vont là-bas juste pour se mettre à l'abri des impôts, tout simplement. It's time to be TikToker, Facebooker, Japanese, Chinese.
عندك. خلي طاجي صافي. وهنا بعد ما درنا واحد شويه جينا باش ناكلو وميم طون تسرحو. الماكله كانت عندهم بنينه الصراحه، غير هما الثمانات تما شويه طالعين ومتفقين بعضياتهم كاملين، يعني ماشي غتقول هذا رخص من هذا، دايرين نفس الثمن كاملين. ولكن على العموم كانت مهم تستحق داك الثمن ديالها، ديك الجلسه هكا كونفاس مع الشلال، والماكله كانت بنينه. غناكلو غنتسرح شويه وغادي نوضو نحركو رجلاتنا. طلع الغلواني دايس للرومسيك، واه يا طويل وريد يتلوى الهدين الثاني الاناء، وانا تجي من ارض التيران يردو في الاسير، وما نتوفي تزين صرت ديرياني، هني الا الخير ختمو انتي غي صبرياني. صافي. هنا من بعد ما تغدينا وارتحينا واحد شويه تحركنا باش نطلعوا لواحد البلاصه اللي كيكونوا فيها القروده بزاف. جات فحال واحد الحافه ديال الجبل كيكونوا فيها القرود بزاف. المهم من لهنا كيبداو القروده كتلقاوهم هكا في جهه الغابه وكلشي. صراحه انا هاد اللحظه هادي كانت صراحه شادني شويه ديال الخوف، حيت عرفتي مولفين الناس كيتمشاو معاهم، مولفين كيعطيوهم الماكله كيدوزوا لك محدا رجليك وداكشي، وانا يا اختي عندي الفوبيا من داكشي. المهم دازت سوقي تزبونه. بالنسبه لهاد الطلعه شويه نيت فيها تقريبا الدروج اللي كاينين تما في شلالات الاوزود تقريبا 300 درجه اللي كاينه. المهم خص شويه السفر، ولكن قلت لكم حنا هرسنا الطريق بوقت الماكله، يعني جلسنا كلينا وتسرحينا وكملنا الطريق. شكون واجه عندك انت مع الزوال؟ علاش اجي عندك؟ وين مع الزوال وانت شتي واجه؟ نقطع لي شي حكم 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 يا رجيج عندك تمشي طاحين شي؟ اي وهذا ما كشيش قلت لك. ولا 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 لا 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 موالفين على الناس. Il y a des endroits où il y a moins de trafic.
صافي وهنا غادي تكون سالات الخريجه ديالنا. داز نهار زويون هنا راه كانت تقريبا 6 ديال العشيه، وقفنا في واحد البلاصه هكا بالنسبه للناس اللي بغا يديروا الكوتي وداك الشيء. انا صراحه كنت شبعانه، داك الطويجين وداك الشيء اللي كليت الحمد لله شبعني. راجلي هنا خدا واحد المسمنه هكا فيها املو، انا قلت لهم هادو لي كريب ماروكان، ولكن راه بنينين وعنده واحد الزحام عجيب تبارك الله ما شاء الله. الاجانب كلهم خداو هاد المسمن هكا، سوا بهاد لافورم ديال نوتيلا وهذا وبنان، ولا خداوها باملو. ايوا صافي وهنا غادي نقول لكم خليتكم في امل الله حتى الفيديو ان شاء الله. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله، وما تديوش عليا راه عرفتي شحال هادي ما باقي دويت في الفيديوهات، ما درت مونتاج ما والو، غيكون شويه ديال التخربيق وشويه ديال الارتباك، ولكن ما تديوش عليا. نعوضها لكم ان شاء الله في فيديوهات جايه ان شاء الله. ما تنساوش الا عجبكم لا فيديو تخليوا لي بزاف ديال التعاليق وتبارطاجيو. خليتكم في امل الله، بالسلامه عليكم.